طفشنا من اليزي 350 قاموا جابونا شكل جديد برضو ييزي 350. مرحبا انا حمد طاهر ويا اهلا فيكم في قناتي. شوز اليوم هو ييزي 350 ييزي 350 الـ V2 مونو آيس. قبل ما نبدأ الريفيو سوي لايك عشان يوصل الفيديو لناس تاني غير، سوي سبسكرايب عشان تدعم القناة، فعل جرس التنبيهات عشان يجيك كل جديد. الأول مرة أشوف الحلقة، احنا بنسوي ريفيوات لشوزات لكن هنسوي أشياء تانية. سوينا قبل كده حلقة الأنبوكسينج، وفي المستقبل هنسوي حلقة أخبار للفاشن وأشياء الشوزات. بننزل حلقة كل أسبوع. الأسبوعين اللي راحت نزلنا حلقتين كل أسبوع، إن شاء الله بدعمكم في المستقبل ننزل حلقات أكثر في الأسبوع. الشوز نزل في 24 جون في أمريكا ب 220 دولار، ونزل هنا في السعودية ب 1099 ريال مع الضريبة. الشوز ده نزل منه 3 ألوان، المونو ميست والمونو كلي، والشوز ده اللي هو المونو آيس. مع الأسف المونو كوليكشن هو إصدار ريجنال، يعني على حسب المنطقة. في أمريكا نزل عندهم المونو آيس اللي هو ده الشوز اللي عندي، والمونو كلي نزل في قارة آسيا، والمونو ميست نزل في أوروبا. الغريب في الموضوع إنه إحنا هنا في السعودية في قارة آسيا وما نزل عندنا المونو كلي، نزل عندنا المونو ميست، يعني حطونا مع أوروبا. أنا بالنسبة لي أحلى لون في المونو كوليكشن المونو كلي، ومرة زعلان إنه ما نزل هنا في السعودية، ومرة زعلان أكتر إنه الكلي العادي اللي ييزي 350 لما نزل أول اللون في البداية ما كان عاجبني، بس الآن مرة عاجبني، بس الأسعار ولعت وصلت 450 دولار. من الثلاثة الألوان أسهل لون صراحة في اللبس المونو ميست، يمشي مع كل شيء. أما المونو آيس هذا والمونو كلي صراحة صعب شوية في اللبس، بس دحين مع الموضة والترندات اللي طالعة أي شيء يمشي مع أي شيء. طيب هتقول لي ليش أخذت المونو آيس وانت عاجبك المونو كلي؟ انا مشترك في الاديداس كونفيرمد اب، هذا الابليكيشن لازم تكون في امريكا ولا في اوروبا. الابليكيشن ده لازم يكون عندك رقم جوال، انا كنت في امريكا كنت مسجل رقم جوالي وما زال الابليكيشن شغال معي واقدر اشتري. فدخلت ذاك اليوم بالصدفة ودخلت الدرو وعبيت المعلومات، صحيت بعدها بكم يوم لقيت انه صارت ترانزاكشن واشتريت المونو آيس وتحول الشوز للأدرس حقي في أمريكا اللي يوصل للسعودية. ليش اسمه مونو آيس، مونو كلي، مونو ميست؟ مونو من مونو كروماتيك اللي استخدموه في عالم الفاشن وغير الفاشن، اللي هو استخدام نفس اللون ونفس التون. إيش التون؟ التون واللون، يعني تستخدم نفس اللون والتون من فوق لين تحت، تيشيرت وبنطلون وشوز بنفس بلون واحد، حتى لو درجات مختلفة. حتى التون اللي هو درجات مختلفة، يعني ممكن الأزرق ده يعني مع التيشيرت حقي والبنطلون جينز هذا يكون مونو كروماتيك، بس يقولوا له مونو، يعني انا اليوم لابس مونو. مونو تون. شوز اليوم غيروا الماتيريال على غير العاده مع الييزي 350 الفي 2، وخلوا الماتيريال شفاف، وكمان ضافوا رسمه زي الالين، والماتيريال يبين لون الشراب. الرسمه الالين اللي في الشوز تحسها قريبه من الييزي 380 او فيها لمحه من الييزي 380. سوينا حلقة عن الييزي 380 الكالاسايت، اللي ما شاف الحلقة يروح يشوف. غير التغييرات دي اللي قلت لكم عنها، الماتيريال الشفاف ورسمة الالين، رجعوا شيء مرة يعجبني في الييزي 350 اللي هو البول تاب. ما أعرف ليش أنا هذا الشيء مرة يعجبني وأحسه كده الديزاين مرة جيد.
اوكي الرسمه الالين هذه في ناس كثير تعجبهم بصراحه، في ناس اكثر ما تعجبهم الرسمات دي. انا بصراحه يعجبني كانيي والديزاينات حقته اللي يسويها الغريبه، وهذه اللي يميز شوزات اليزي. فقره البوكس الشهيره، البوكس صراحه ما غيروا فيه ولا شيء، 350 من التوب، ومن هنا اديداس، ومن هنا السايز. كنت اتمنى بصراحه ان نغير البوكس، يعني زي ما غيروا الماتيريال والاشياء في الشوز بما انه بشكل جديد يغيروا شويه في البوكس، بس الظاهر انه كانيي واديداس ما بدهم يتعبوا في الديزاين ويسووا ديزاين جديد للبوكس. طبعا كل حلقه دائما اتكلم على البوكسات، في سبب مره مهم انه دائما اوري البوكس، عشان اغلب الشوزات التقليد البوكس يبين انها تقليد، فانت دحين بوريك البوكس عشان تعرف اذا تقليد ولا ما هي تقليد. بالنسبه للسايز خبر حلو لاغلب الناس وخبر غير جيد بالنسبه لي. الايزي 350 القديمه المقاسات كانت الناس دائما تاخذ اكبر بنص لانه تيجي ضيقه، انا بالنسبه لي كنت اخذ مقاسي عشان انا احب الشوز يكون ماسك عليه، بالذات 350. هذا الشوز اخذت 10 اللي دائما البس 350 وجاء كبير علي، جاء مقاسه كانه 10.5، فاللي البس في الايزي 10 ياخذ من هذا 9.5، واللي يلبس 10.5 ياخذ من ده 10، لانه يجي كبير شويه. اسعار ما بعد البيع الريسيل، اول حاجه الكلي سعرها $230 سعر ما بعد البيع، مره قريب من الريتيل اللي هو $220. المونو ميست بعدهم $250، واغلى واحده في الريسيل اللي هي المونو ايس اللي سعرها $270 لـ$280. رايي في الشوز، اخيرا غيروا وسووا شيء جديد، صح انهم غيروا بس الماتيريال والرسمه حقت الالين اللي قلت لكم عنها، بس اسمه غيروا وسووا شيء جديد. انا بالنسبه لي، انا عارف انه لسه في ناس مره تحب الليزي 350، انا بالنسبه لي الليزي 350 ديد، ماتت. انا اقصد ان الليزي 350 ماتت، مو انهم يعني يوقفوها، لا، انا افضل انهم يخففوا منها، يعني بدل ما ينزلوا كل شهر واحده، يعني كل 3 شهور كل 4 شهور ينزلوا واحده. انا الشيء الوحيد اللي مستنيه من الليزي 350 شوز واحد بس، يعني انا عندي الزيبرا وعندي اللي تشيل، انا مستني بس ينزلوا البلوغه اشتريها، وبعد كده ما عاد ابغى 350. ممكن اضيف مع الزيبرا واللي تشيل والبلوغه اللون الرابع اللي مره يعجبني اللي هو الكلي، صراحه الشوز ذاك مره حلو. انا اشوف في حاجتين سلبيه في الشوز، اول شيء انه هذا اللون حق الاوتسول قريب شويه من الزيبرا، يعني ممكن مع الاستخدام اليومي بعد سنه سنتين ممكن يصفر. الشيء الثاني السلبي انه هذا الماتيريال جيد كديزاين جديد، لكن ما هو مريح زي الماتيريال القديم حق اليزي 350، ممكن يضايقك شويه. تقييم للشوز وكالعاده هبدا بمؤيد، كم تديه مؤيد من 10 وليش؟ هذه المره حنبدا بك انا. انا اعطيه 4 من 10. انا اليزي 350 ترى خلاص والله خلاص، عندي زي ما قلت لك عندي الزيبرا وعندي الليتشل، لو هاخذ واحده ثانيه ثالثة قصدي هاخد البلوغة وهتيجي ريفلكتيف باي ذا واي كمان، ولو باخد واحدة كمان هاخد الكلي القديم وكده خلاص، يعني حتى البريد ما ابغاه اللي سوينا عنا حلقة قبل كده. انت كم تديها؟ انا ادي 4 من 10. انت 5 من 10. وليش 5 من 10؟ لونها صعب، ما حيجي مع كل شيء، تتوسخ بسرعة، حتى بالذات يعني الليس توسخ مره بسرعه. ايوه لانه مره ابيض. ايوه الماتيريال مره ما حلو. ما عجبك الماتيريال؟ ما عجبك الماتيريال؟ مو حلو زي هذاك ستريتش، احلى واشكالها خياطه احلى. صح تبان كذا البلاستيك مره. صح حتى الليس ما هو ريفلكتيف. ما في شيء ريفلكتيف في الشوز، ما في، يعني يمكن السترايبس هذه، صح يمكن هذه اللي هنا ممكن تكون ريفلكتيف. 5 و4 والله fair enough. طيب يا جماعة، هذا شكل الشوز من التوب، زي ما قلت لكم الملمس حق الماتيريال كأنه بلاستيك صراحة، والليس برضو ملمسه نفس الشيء، خلينه ماتشنج الماتيريال اللي هنا، وزي ما قلت لكم ضافوا البول تاب هذا اللي عجبني برضو كده نفس الماتيريال حق الشوز، والسترايب اللي هنا المعروف بالإيزي 350 لونه أزرق بس يعني مشابه للون اللي هو نفسه حق الماتيريال، بس فارق شوية اللون، ما ادري باين معاكم ولا لا. هذا السول لونه ابيض، ممكن بعد فترة يصفر، وشي غيروه في الشوز ما خلوا السايز تاك كان دائما يكون هنا موجود،
بس خلوه هنا في الداخل لو تشوفوا موجود في الداخل لانه هذا شفاف اصلا زي ما قلت لكم هذه رسمه حقت الالين اللي شكلها كده غريب وتبين لون الشراب يعني شوفوا يدي ممكن تبان من هنا يلا تعالوا نشوفها كيف في اللبس يا جماعة اللي وصل لده الجزء من الحلقة وما سوى لايك بليز سوي لايك سوي سبسكرايب فعل جرس التنبيهات فولو صفحة الانستغرام اللي بيعرف عني برا اليوتيوب هذا سنابي اللي بيعرف عن مؤيد برا اليوتيوب هذا سنابه تيك كير تمي كوب المويه فوق الشوز شوفوا طيب ليش يسمونا ايس مونو كلي مونو ميست جاوب مونو من مونو كروماتيك غيرت علينا يا بري اسكس مير ماي هاوس ماي أقول أعقل أعقل أقول Where's my house؟ أقول Where's my house؟ أقول أعقل عاد أقول أعقل أقول عاد محمد انضبط يا أخي والله والله ذاك المقطع يتدرس ترى والله يتدرس والشوز شفاف ويبين لون الشراب ليش كده التون؟ غيب ويبين لون الشراب أقول لك ترى أنا حريت خلص عشان يشرب يلا آخر واحدة